يقيم كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس تجمعا انتخابيا في ميلوكي كبرى مدن ويسكنسن في إطار مساعي كل من المرشحين لكسب الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم قبل أيام من موعد الانتخابات. وسيعود الجمهوري ترامب إلى المكان ذاته حيث تم تتويجه مرشحا للرئاسة عن حزبه خلال الصيف الماضي بعدما أصيب بأذنه في محاولة اغتيال وقعت قبل أيام من ذلك. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة الثلاثاء يبدو المرشحان في طريقهما لتحقيق نتائج متقاربة وللغاية رغم الجهود المبذولة من فريقي الحملتين لتغيير المشهد والهيمنة على الأخبار في أسبوع شهد حتى الآن سجالات مريرة وهفوات من الجانبين بشأن قضايا بينها العرقيات والنوع الاجتماعي وحقوق الإنجاب. وفي ظل مخاوف من أن يرفض ترامب القبول بالنتيجة يستعد كثير من الأمريكيين لاحتمالات وقوع أعمال عنف واضطرابات قبل أيام من 5 تشرين الثاني. وأفادت قائدة شرطة واشنطن بأن المسؤولين في حالة تأهب مؤكدة أن الشرطة ستدعم التظاهرات السلمية لكن لن تتسامح مع أي عنف من أي نوع. يأتي ذلك فيما وجهت كامالا هاريس انتقادات حادة لدونالد ترامب في ملف حقوق النساء وفي ملف الإجهاض الذي يعد شائكا في حملة رئاسية تشهد تنافسا محتدما خلال تجمع في مدينة فينيكس حيث اتهمت هاريس خصمها بأنه بكل بساطة لا يحترم حرية النساء وذكاؤهن في معرفة ما هو الأفضل لهن واتخاذ قرار مستنير على حد قولها.